دلوقتي هناخد السباينال جانجليا، هنعمل بس كده حدود هنرسم عليها. هنا هنعمل كبسول، الجزء ده هيبقى ماشي فيه كله الاكسونز بتاعت النيورونز. الجزء اللي في النص ده هنقسمه لستة مثلا، وفي الأجزاء اللي قسمنا عندها دي هنعمل فايبرز. برضه الأكسونز بتاعت النيرف سيلز هنملى بقى اللي احنا عملناه ده كله كده نبلاي في كل حته. نكمل بقى في كل ده كده نبلاي، وبعد كده هنعمل النيرف سيلز. موجود ان هي المفروض ان هي في السباينال بتبقى سودي بولر، بيبقى شكلها راوند. هنعمل كده كذا حاجة، يبقى في منها كبير وصغير. نكمل تحت برضه، النيكلاس بتاعتها هتبقى راوندد وفيزيكلر وسنترال. ونكمل في الباقيين. السيتوبلازم هيبقى بيزوفيلك، وبعد ما نلونه بيزوفيلك هنعمل كده فيه أجزاء غامقة شوية عن اللي حواليها دي، اللي هي نسل جرانيولز. بعد كده هنعمل حوالين كل، هنكمل طبعا كل ده زي كده، هنعمل حوالين كل سيلز فيهم ساتلايت سيل ماشي حواليها كلها بعضها كلها. ده كده على اساس يعني ان هو السيتوبلازم بتاع السيل، مش لازم نعمل السيتوبلازم بتاعها لان كده مش هيبان يعني. ومكان النيوكليس بتاعتها برضه فلات. نكمل حوالين كل السيلز دي، وبعدين في الاخر هنلون ده كله. ده كده كونكتيف تيشو، هنلونه كله كده اسيد فوليك. ممكن نعمل فيه فايبرز قليله، يعني طبعا في كل ده ستلايت سيل. وهنملى برضو المكان ده كده نيكلير.
كده خلاص مفيش حاجة تانية. هنعمل بقى الليبلز دي كده سوديوم بولر نيرف سيلز with vesicular rounded nucleus أو central nucleus. وبعد كده هنشاور هنا thick myelinated nerve fibers, وهنشاور على stellate cell برضه. بس دي كده spinal ganglia. هنرسم بقى ال synthetic نعمل برضه هنا كبسول. برضه نفس الحكاية. وبعد كده هنبتدي نعمل السيلز هتبقى مالتي بولر وهتبقى أصغر من التانية شوية وكلهم نفس الحجم. ستيليت سيلز كده ومش متقسمة زي السباينال, يعني السيلز موجودة في كل حتة وبينها الفايبرز. تعمل ده كله بعد كده هتعمل نيوكليس هتبقى rounded و vesicular بس هتبقى eccentric. نحاول نبين شوية ان النيوكليس eccentric, يعني اهم من ان هي تبقى vesicular او rounded. يعني نفس الحكاية هنلاقيهم برضه السيتوبلازم بتاعها. نعمل single release لو عرفنا نوضحها. يعني بعد كده بعد ما نخلص بين السيلز دي هنعمل بقى النيرف فايبرز في اي مكان. هنملى بين السيلز كلها كده نيرف فايبرز. وغير النيرف فايبرز هيبقى فيه كونكتيف تيشو بقى من تحت. كل ده هيتملي فايبرز واللون ده كله اسيدوفيليك عشان كونكتيف تيشو. جوه الكنيسة بتش هنعمل نيوكلس. على الأطراف كده الجانجليا مش بتكمل كل ده. بعد كده النيرف فايبرز بقى هي اللي بتطلع. فعلى الأطراف كده هنعمل نيرف فايبرز خارجين لغاية هنا جانجليا عادي. وبعد كده هنعمل نيرف فايبرز زي اللي فوق هنا زي دي. بس كده هنحط بقى الليبوس المفروض ان احنا نحطه برضه نيوكليوم. هنقول دي مالتي بولر نيرف سيلز with eccentric rounded vesicular nucleus و 10 unmyelinated fibers. صحيح هنعمل هنا حوالين السيلز برضه ساتلايت سيلز بس مش عاملين دايرة عليها, يعني تلاتة كده مثلا حوالين سيل او اربعة بس مش عاملين دايرة. دي كده ساتلايت سيل بس. ودي كده السباينال جانجليا. هكمل ان شاء الله باقي رسومات في فيديو تاني.